وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم السبت 8 سبتمبر بقصر الثقافة مفدي زكريا على افتتاحية شغل لقاء احتفالية الشاعر الفلسطيني محمود درويش بمناسبة الذكرى 10 لوفاته واحتفاء به كرمز للثقافة العربية عام 2018. هذا وسيلتقي بالمناسبة التي ينظمها بيت الشعر الجزائري ألمع الشعراء والأدباء الجزائريين الذين سيطربون الحضور بقصائد شعرية وتدخلات حول مسيرة الفلسطيني محمد درويش، كما سيتم عرض شريط وثائقي حول الشخصية الأدبية محمود درويش.